رحيل حجازي عن صفوف النادي الأهلي هيأثر على شكل النادي الأهلي بكرة في مباراة القمة ولا إيه اللي هيحصل؟ والله ما اعتقدش يا شيماء، وانا شايف ان في للاسف الشديد برضه، يعني كويس انك سالتي السؤال ده، لان انا شايف هجوم كبير من النادي الاهلي، من جماهير النادي الاهلي على احمد حجازي حقيقي. ودي نقطه سلبيه جدا. يعني في الاخر يعني اي لاعب في الدنيا بنفسه ان هو يحترف، والاحتراف طبعا في دوري كبير ده بيكون مفيد للكره المصريه في المقام الاول. يعني اي لاعب يحترف بنشوف مستواه بيتطور، شفنا محمد صلاح، شفنا النني، لعيبه كتيره جدا، صحيح. فبالتالي جاي له عرض احتراف في نادي كبير في اقوى دوري في العالم، الدوري الانجليزي، مقابل مادي كمان كبير، سواء اللي هيحصل عليه النادي الاهلي او اللي هيحصل عليه حجازي نفسه. اعتقد الهجوم على حجازي ده ملوش اي داعي من جمهور النادي الاهلي، وللاسف تكرر قبل كده برضه من جماهير الزمالك مع لعيبه زي مصطفى فتحي مثلا. لا، لازم اي لعيب يحترف لازم نسنده، ويعني عايز اقول بصراحه اي واحد من اللي بيهاجموا اللعيبه اللي بتحترف دي، لو هو حتى في شغله ايا كان نوع الشغل، لو جاله شغل تاني بمرتب اعلى، اعتقد ان هو بيسيب شغله وبينتقل لمكان تاني. يعني مفيش حاجه اسمها انتماء، ده في الاخر ده شغل لاعب كره القدم. فبالعكس يعني اي لاعب يحترف لازم ان احنا نسنده، ويكون نعمل له سبورت جامد في رحله احترافه، وما نكونش بنهاجمه قبل ما يمشي، لان دي نقطه سلبيه جدا شفتها من جماهير الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره.